جلال حسن، محمد حميد، فهد طالب، طبقوا على صفحة قاسم الدقات. على فكرة أنا من كنت صغير كنت أريد أصير حارس مرمى، لكن والدي اللي خلاني أروح لمجال كرة القدم. فأنا أنا جدا أحب حراسة المرمى بصراحة. هذه واحدة من اللحظات اللي مرينا فيها بفترة كلش ما شاء الله، أنه يمكن تقريبا 7 لاعبين عندنا مصابين وحراس 2 والحارس الثالث والدته توفت، فاضطرينا أنه نلعب بحارس الشباب. حارس الشباب كان متواجد لكن ما عندنا حارس احتياط. بعدين احنا كانت عندنا مباراة صعبة جدا، هي اوكي حارس بديل اكيد طبعا، وكان ممكن اشترك بنسبة جدا كبيرة لانه الحارس اللي كان يصد الشاب كان عنده تمزق خفيف بالركبة، فممكن باي لحظة ممكن اشترك. واذا لاحظتوا المباراة بالدقيقة تقريبا 76 انصاب حارس المرمى، وقع، فانه كان ممكن انه تكلم معي المدرب وقال لي حضر نفسك ممكن راح يسوي تغيير، لكن الحمد لله انه قدر يكمل. عندك طيران وهاي وتفاصيل. اي انا ممتاز، انا بحراسه المرمى جيد. كنا نختبرك. جاهز انا. الفيديو الاخر.